Fighting out of the red corner is 27 years old. He weighs 79 kilos, 300. He has a professional record of 17 fights, all 17 victories, of which 15 by way of knockout. He is the former 2016 double WBF international champion and the current reigning 2021 IBO intercontinental champion. He is from Tripoli in Libya. Ladies and gentlemen, please welcome the man fighting out of the red corner. Here is the still undefeated Malik Sina. معلم الحلبة الناصر بعدما قدم الملاكم المير وقدم سيرته أو مسيرته قدم الآن بكل حرارة الملاكم وأعلن بأنه غير مهزوم لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن وذكر أنه سجل 17 انتصارا 16 بالضربة القاضية وواحد فقط بالنقاط كما قلنا والآن على أنغام موسيقى معينة مثيرة جدا كما نستمع إليها هذا هو الملاكم مالك الزناد أو مالك الزناد بالليبية وهنا الإثارة وهنا بعض الجمهور الليبي طبعا والعربي يساند من هذا المكان الملاكم الليبي كل هذه الموسيقى وكل هذا الاحتفال يؤثران جدا 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 بالملاكم ويعطيانه دفعا قويا ومعنويات عالية نفسية والآن إلى الحال نزال خصوصا أن هناك ملاكما عربيا لابد أن نتعاطف معه الحكم الحلبة يجمع الملاكمين ويقدم إليهما الملاحظات كما قلنا لكل ملاكم والملاحظات خلال النزال للحكم هي ثلاث بوكس ستوب وبريك وهناك بالإشارات لاحظوا بالإشارات يعطي الحكم لأنه لن يعرف لغات جميع الملاكمين الجولة الأولى إذن مالك باللباس الأسود واللباس الأزرق السروال الأزرق بداية خفيفة لجس النبض كما يسمى لاحظوا مالك يستعمل المستقيمة الطويلة ولا فرق كبير بين الملاكمين بالنسبة للطول إنما مالك أطول بقليل لذلك من مصلحة القصير عادة أو الأقصر أن يعتمد الالتحام هنا كما يحاول المير أن يعتمد الالتحام مالك استخدم اللكمات الطويلة الجمهور العربي هناك في غاية الحماس ويحمس مالك أيضا كما نرى لكمات خفيفة حتى الآن ومجموعة من المير إنما مالك يتبعها بالتركيز لاحظ مباشرة وهنا نرى شاشة وضعتها محطة الوسط الرياضي WTV في أحد شوارع طرابلس ليتابع الجمهور من هناك أيضا هذا النزال لكمة عشوائية يسارية من المير اللكمات العشوائية لا تحسب طبعا واللكمات الخفيفة أيضا لا تحتسب برافو مالك لاحظ الدقة دقة في إصابة الوجه مباشرة عدنا إلى الحلبة الآن يفترض أن جس النبض قد انتهى وهذه لكمة من المير لكمة على وجه مالك يجب الانتباه يحاول المير أن يزرك الملاكم مالك في الزاوية ليكون له التميز بهذه مالك يتحرك شمالا ويمينا لأن الذي
يتمركز في وسط الحلبة تكون له الأفضلية عادة، ومجموعة من اللكمات لألمير، لكمات مباشرة. ماذا يخبئ؟ ماذا يخبئ مالك اليوم لمنافسه ولنا؟ مجموعة لكمات إنما خفيفة من ألمير، لا تؤثر كثيرا. وهذه أبركات، أبركات من ألمير أيضا، يعني اللكمة الصاعدة من تحت إلى فوق. وجرس الجولة الأولى ينتهي، وبصراحة يصعب التكهن بنتيجة هذه الجولة، إنما الحلهو ومجموعة اللكمات عندما تكون سريعة تؤثر طبعا، لأن من الخمسة أو ست لكمات لابد أن تصل لكمة أو اثنتان إلى وجه الخصم. هذا هو ألمير، وهذه الشاشة في شوارع طرابلس، في أحد شوارع طرابلس. الجمهور يتابع هذا النزال من على الشاشة. الجولة الثانية وانطلق الجرس. إذن يجب أن نرى مالك في هذه الجولة مختلفا عن الجولة الأولى، وفعلا يبدأها بعدة لكمات مباشرة من اليسارية الطويلة. لكمة أبركات فارغة من ألمير. مالك يحاول التفادي طبعا، وهذه عدة لكمات، إنما يرد عليها بهوك. يحاول كل ملاكم أن يحتفظ أيضا بلياقته البدنية، لأن إذا طالت هذه الجولة فيجب أن يصل بشكل ما إلى الجولات الأخيرة وبحوزته مخزون من اللياقة. ألمير يحاصر في الزاوية مالك، إنما يخرج مالك من هذا الحصار الآن. ومرة جديدة مجموعة من اللكمات وهوك قوية ولكن في الهواء. الهوك خطرة على الفك، اللكمة المباشرة على الفك تحمل، يمكن أن تؤثر فعلا في توازن الملاكم، ولذلك اللكمات القاضية تكون عادة أكثرها على الفك. معالجات خفيفة من الكتان. معظم لكمات ألمير تذهب فارغة، وهذه واحدة أيضا فارغة في الهواء، تؤثر هذه على الذراع وعلى عضلات الذراع. أبركات ومجموعة يرد مالك الآن. مالك الآن يفترض أن يرد أكثر وأكثر، لأن وضح أسلوب ألمير المونتينيغرو. أذكر بأن هذه حلبة لابد من حصولها، ولذلك وإنما نعود إلى النزال. وهذه أيضا لكمة عشوائية. جرس الجولة الثانية. يمكن القول هنا، وهذا رأيي الشخصي، أن هذه الجولة هي لصالح مالك، لأن اللكمات كانت أدق وأكثر أفضل. أتمنى أن تبقى إلى آخر هذا النزال الدولي. الجولة الثالثة ويبدأها مالك طبعا، يجب أن يبدأ الآن. عدة لكمات خفيفة وهوك خفيفة أيضا. لاحظوا كيف يستعمل اليسرى الطويلة، لأن أفضلية له. ثم على الوجه هنا، هذه الإصابة، هذه المشهور بها مالك. مستقيمة دايركت ثم هوك، هذه التي قلنا أن يستعملها. السقوط إلى الحلبة تخسر الذي سقط إلى الحلبة نقطة مبدئيا إذا استعاد. وهذه واحدة ثانية يمكن أن أوفو. هذه المرة الثانية، نذكر هنا بأن سقوط الملاكم ثلاث مرات في الجولة الواحدة، ويوقف الحكم النزال عندها. إذن
هذه الجولة الثالثة، ووجد الحكم أن الخصم الملاكم المير لا يستطيع تكملة النزال، ومن حقه أن يوقف النزال بعدم التكافؤ. هذا مالك يسجل الانتصار 17 بالضربة القاضية، وكنا نتوقعها، ويعرف كيف يصطاد الضربات القاضية. 17 نزالا بالضربة القاضية ونزال واحد يا مالك فقط بالنقاط. وهذه الفرحة في طرابلس وعلى الشاشة، ونحن أيضا بكامل الفرحة. ولو أن هذا النزال كان قصيرا لا نستطيع أن نقول ليته كان أطول، لأننا نتمنى الانتصار، والملاكم وحده على الحلبة هو الذي يقرر. مبروك لمالك البطل العربي الليبي، ومبروك للجمهور الليبي وللجمهور العربي، والمبروك لكل من ساهم في إظهار هذا اللقاء. وشكرا. هذه بعض اللقطات، لاحظوا هوب على الفك، وهذه إصابة ثانية في الهوك، هذه مشهور فيها. لاحظوا التركيز على وجه مالك، تركيز عندما فتح صغرة بسيطة وجهه. هذا هو الامتياز للملاكم العربي الليبي مالك. وهنا وجد الحكم أن النزال لم يعد متكافئاً، ولا يستطيع الملاكم حفاظاً على صحته، لذلك أنهى هذا النزال حيث يجب. لا يجوز المخاطرة بأي ملاكم، وأنه معليش كمل ومعليش البركي، ولا يمكن، لا ما في. هذه من القوانين الجديدة، يجب الحفاظ على صحة الملاكم وإيقاف النزال في حالة وجد الحكم أنه لا يصلح لأن يكمل النزال. مالك الآن في غمرة الفرحة، وطبعاً مدربه يحمله، وطبعاً ألف مبروك للمدرب والمدرب الآخر، والعناية. ولا بد أن نذكر هنا الوالد السيد أحمد الزناد، الذي هيأ ابنه لهذه الملاكمة ليصير كما هو الآن. الأب، لكل أب يشجع أبنائه ألف تحية، ولكل أهل يشجعون أبنائهم على الرياضة ألف تحية. مبروك مالك، هذه الفرحة وهذه الابتسامة ليست لك، بل لجميع الذين تابعوا، للجمهور الليبي العربي العزيز، ولجمهورنا هنا. وأؤكد لكم ما قدموه إلينا وما نقلوه مرة جديدة. اللقطات الأخيرة، هذه الهوك أصابت ونزل الملاكم على الأرض بمجرد أن يلمس ركبته أو يده الأرض، يعني يعتبر أنه سقط. لاحظوا كيف فتح وجهه، أي واحدة واللكمة الثانية أيضا هوك. إذن والحكم يعلن عدم صلاحية الملاكم، لكمتان فقط. قلنا بأنه آن الأوان من بعد جس النبض بالجولة الأولى والثانية، وهو درس الخصم كما قال لي، درس الخصم تماما، ولكنه عرف كيف ينهيها سريعا، لأن من يتساهل في لعبة الملاكمة مع الخصم ربما يتلقى ضربة واحدة فقط، وهي ضربة قاضية KO، يعني تنهي هذا اللقاء لصالحه. لذلك التساهل في الملاكمة غير موجود مطلقا. WBC الحزام إلى مالك، وهنا الحكم سيعلن الفوز، يجب أن يعلنه. الفوز عرفناه، ولكن الحكم يجب أن يعلنه رسميا ويرفع يد الفائز. الجمهور الليبي العربي في هذه القاعة، قاعة بروكسل في بلجيكا، ينتظر هذه اللحظة. ولو أنه جمهور قليل لاعتبارات خاصة بعدم حضور الجمهور كما ينبغي، كما قلنا بمناسبة يعني انتشار هذا الوباء، أو تداركا لانتشار الوباء الذي حرم جماهير الرياضة من متابعة رياضاتهم المفضلة عنهم. مالك نعود إليك، ألف مبروك يا مالك، وألف مبروك للجمهور الليبي، وبانتظار الهدوء وبانتظار إعلان الحكم النتيجة الرسمية. هذا هو الأناونسر. إذن ألف
الفائز بالضربة القاضية في الجولة الثالثة مالك لجناد.